في وحان ودكم ونشهيكم، هذا المطلوب. ونتعداو توا للسكري باش نعملو كعيبات شنيك من يدي التنويشة يعملو 66 كيف. شتيت هكا حاجات نعملهم في الدار، هكا منو سحور منو للسهرية ومنو زادا فطور صباح للصغيرات. دونك هنايا عندي كالعادة عندي فورنيتو، قلت لكم انا في القضيه نتاعي كسوا في الجمعه ولا الشهر تك نرمي زوز ثلاثه وكاو نستحق لهم نلقاهم. دونك عندنا هنايا فورنيتو، فما 250 كيف ما تشوفوها هذيا اللي تبدا بلوك واحد، اما انا اليوم باش نختار اللي ايطالي، نزيد نسهل على روحي باش نختار اللي هي ديجا معجونه مطروحه جوها باهي، انا جست باش نحط الفاخس وكهو. دونك هوني باش نحط الكريمه وباش نحط اسمه تكروني زبيب. دونك هنايا عندي البات فيتي الحاضره نتاع فورنيتو، ملا فورنيتو هذا تسهل علينا في العيشه. ريتوها كيفاش خرجتها قبيله شويه من الكونجيلاتور خاطر سي ان برودوي سورجيلي، ومن بعد شو كيفاه حاضره باش شنو هالبذخ هذا الكل شنو. عندي زبيب هوني باش نتاليها شويه باش نحلها خاطر هي تلقاوها غولي جوها باهي، باش نحي هذا الساشي باش ما يقلقنيش، باش نحط شويه فرينه ونحط الفاخس اللي انا نحب. عندي شويه كريمه قعدت لي من البارح، دونك هي اللي باش نعمل بها الشنيك نتاعي هي وشنو هو وزبيب. يلا دونك هنايا عندنا الكريمه اللي قلت لكم عليها باش نحطها نتاليها شو باش نزيدها هوني اخر باش نزيدها اكسبيب اللي غسلته ديجا نحطو دونك هنا نجي ونبدا هكايا باش نروليها الكل فوالا هذه الكعبه الاولى. عندي طريقة هي لزيدة في القصة قصيناهم دي غونديل، حطيت البابي كالكاسات هذوكم اللي يدخلوا للفور في المول نتاع الكب كيك، حطيت كشنيك نتاعي سخنت الفور على 180 درجة وتوا باش نحطوهم ديريكسيون فور نرجع لكم. شنو قاعد ناقص تويكا للشنيك نتاعنا اللي خرج من الفور ريحته فيه بنينة؟ دونك باش نجيو هنايا عندنا السكر المحور نتاع رندا باش ناخذو شويه نحطوه في صحفه باش نعملو كيما الكلاصاج من فوق باش يزيد يبان لنا الشنيك نتاعنا. ناخذو كونتيتي نتاع السكر المحور هذيك ونزيدوها شويه قارص باش نجمو نحطوها فوق الشنيك وهذا المطلوب. هكا ولا مش هكا؟ فوالا هذه لا تكستور. لاستوس هذيا نعملها في الشنيك، نعملها في الدوناتس، نعملها في شنو اخر في الكلاصاج مثلا كي مش نعمل كيك سيترون والا نعمل كيك الاورانج، زيد من فوق نجم نعمل للكلاصاج هذا اللي هو يجي هايل. اون بلوس هاكم شفتوا ماهوش يصير صعيب، دونك سكر محور وشويه قارص، جو نتاع شويه قارص حتى نص كعبه معناتها باش تتلمك السكر ديجا باش يذوب الكل ويولي عندنا بات كي من هكا. نجيو الكعبات الشنيك نتاعنا اللي هما سخون ونبدا نزين فيهم من فوق، نحطوا شويه بركه ما نحطوش برش، هو بطبيعته يشهبط على جنابي، نحطوا كونتيتي كبيره يحرب لنا شنو الدنيا كهو. هذه هي الشيوه نتاعنا اليوم الحلوه البنينه كيفكم انتم اللي تبعوا فينا كهو. شنو قعد تويكا شنو قعد قعد ملا شويت وملا تشالنج اللي عملته اليوم. بالحق حبيت نودكم بشويه هكا ديزاستوس باش نتوما بيتكم في كوجينتكم في فريجيديركم في بلاكاراتكم، دونك تلقاو شنو كل حاجه شنو تعملوا بها. سورتو ما نلوحوش الماكله، نحاولوا نخترعوا حاجات اخرين بالماكله هذيك اللي موجوده، اونتي غاسبياج وغوسيكلاج للحاجات اللي عندنا كما قلت لكم الطاجين ينجم يولي كانيلوني، ينجم يكون بابوشه محشيه، ينجم يولي فلفل محشي، كل مره باش نحاولوا نودكم بتشالنج
تشالنج وباستوس جديده اللي تنفعكم انتوما وتنفعني انا زيدا في كوجينتي سورتو في رمضان واحنا كلي نخدموا الكل ما نلقاوش الوقت باش نحضروا كل شيء الافونس. كاهو طاجينا ريحته فيوحه، الشنيك بتاعنا سامبل افيكاس، دي ميني محلي ومخرجوا